الكرسي ماني جبته يعني عن جد. الله يساعده هالابو يا زلمة، بيفوت لعند ابنه بلون وبيطلع بسبع الوان مثل قوس قزح. والله يا سيد سلام، ما حدا مسكين قد المدام انسام. اجا وقت الدفع والقلب انقطع، بس عم تفكر كيف بدها تقبع البلاطة. ايه لك من الحكي لك دكتور، بجوز ما معها. افهمنا انسام ما معها وجوزها عبد اللطيف. بشرفي انك مسكين يا دكتور، انت لهلا لسه ما بتعرف انسام. لك يا حبيبي انسام خلاص حسمت الموضوع كله. يا سيدي انسام معه مصاري اكثر من المعجوزة. يا سيدي الله يرزقهم، بس على كل انا ماني واثق من كلامك، ها ومالي عين الا اذا كانت عاوزة مصاري. خلص يا سيدي، إلك علي رجع لك مصرياتك بعد شهرين من الشغل. يعني حاسك كتير متفائل أكثر ما بتتوقع. بالإذن. لوين رايح؟ رايح حل موضوع هالكرسي، ما كنت لاقي طلبي بالسوق. إيه وإذا إجت مرتها؟ ما تكون جنت على حالة. لا تكون ناوي تطلق لك يا دكتور؟ أكيد لا، بس ناوي يتجوز عليها. لك الله يحل لك مشكلة الكرسي، بس هيك بدي أحكي معك هالكلمتين قبل ما تروح. لك يا أبني. إيه رورو ماشي حالي منيحة. كفتي ميزان. لا لا اجليها شوي لأنه جوزي طلع من الحبس تبعه. وإمتى صار هالحكي؟ معلش يا عبورة، هدول أسرار البيت، والمرة المنيحة الصالحة ما بتطلع أسرار بيتها لبرا. ولأروى علي هالحكي؟ هذا يا ستي جوزي صار معه مثل ما بيقولوا حساب الحقل ما طبع على حساب البيدر، حبس حاله منشان يطلع مظلوم، أما طلع من حبسه غير باللقشات. ومو بس هيك، تهدد انه ينحرم من الورثة. شلون يعني؟ لا لهون وبس، لهون وبس عبورة، عن جد الباقي اسرار وما بقدر لك اياهم على التليفون، بقول لك اياهم بس نقعد. طيب يلا باي باي. عمو سلام. خير عمو. اهل ابو يزن حرم يزن من الورثة. والله مو خبر هيك. بدخيلك شو مأثر علينا. يلا بالاذن. الله معك عمور. حياتي. تعالي. نعم عمور. ليك يا عمي، يعني انت متأكدة من الخبرية اللي قلتي لي؟ هلا اروى كانت عم تقول لي. نعم والله بس مو خبرية. هاد اخر اعتكافك يا يزن. كان عندك شوية ريش تقصقصه وصفيت مثل الصوص المنتوف. خير؟ شوفي، عم تفكري شلون بدك تمارسي سلطتك علي؟ أنا؟ هلا انا هيك؟ لكن انت شو؟ لك انا بحبك وبدي اشوفك رجال مهم، الناس كلها بتسال عنه، بدي لما تروح على شغلك تترك لي حسره بقلبي لبين ما ترجع. بدي اقول لك اشتقت لك. دخلك هلا امتى بدي اقول لك اشتقت لك؟ بس تطلع من الحمام. على اساس انت هلا يعني ما عم تمارسي السلطات اللي اعطاك اياها السيد الوالد مو؟ ليك يا زن، أنا رح قوم ساوي قهوة وأنت رح تنزلها للجيران، ولا عندك حكي تاني؟ لا 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 طبعا لا إطلاقا. من عيوني براسي بنزلهم. السمع والطاعة ست أرواح، السمع والطاعة لإلكم كلكم. لك والله أنا حاسة فيك، حاسة فيك، بس أنت كمان حس بغيرك شوي. إن شاء الله إن شاء الله، أنا كرمالك رح روح أتحول وأرجع. إيه لا إيه لا، ما حذرت بنوب. هديك المرة رحت لتتحول خلصت القصة بسرقة الطابق، هلا بشو بدها تخلص؟ قال لي بجرب مجرب بيكون عقله مخرب. يلا قوم غير اوعيك وانزل ودي القهوة للجيران. لكم